وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. بداية، السلطات الحكومية أغلقت البوابات الرئيسية إلى المنطقة الخضراء كإجراء احترازي، يعني هل لديكم النية لدخول المنطقة الخضراء وبما تفسر هذا الإجراء من قبل الحكومة؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله أخي الكريم. حالة الذعر التي تمر به هذه الحكومة الطائفية هي التي تولد عندها هذه الأعمال الاحترازية خوفا من دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، ولأنهم قد تسلطوا بغفلة من الزمن وضمن انتخابات مزورة ولا يمثلون إرادة الشعب، فيقومون بكل هذه الأمور التي يريدون إشغال بها الرأي العام سواء المحلي أو العالمي، بأنهم يقومون بأعمال احترازية أو للحفاظ على المناطق التي تتواجد فيها المؤسسات الرسمية العليا بالنسبة لحكومة بغداد. لذلك المتظاهرون لم يعلنوا نيتهم أبدا بدخول المنطقة الخضراء، ولكن في حالة الاستهتار من قبل هذه الحكومة واللعب على وتر تغيير رئيس الوزراء وإجراء قوانين كاذبة وتشكيل مفوضية انتخابات تابعة لهذه الأحزاب مرة أخرى، كل ذلك للالتفاف على المطالب الرئيسية للجماهير، والتي قالت بأن يجب إنهاء هذا النظام السياسي الذي نشر الفساد في العراق وجعل من العراق دولة فاشلة في كل الميادين وعلى كل الأصعدة، ورهن القرار السياسي العراقي لصالح جارة السوء إيران، فأصبح العراق لا يحسب له حساب وليس له سيادة وليس له موقع مؤثر في المنطقة. لذلك فهم يقومون بغلق هذه البوابات حماية لأنفسهم، ولكن الجماهير تطاول، نعم، وعندها استعداد للاستمرار في هذه الاعتصامات والتظاهرات السلمية لإنهاء مشروع الفساد الكبير الذي تمثله دكاكين الأحزاب والسياسة المسمى السياسيين الآن في المنطقة الخضراء. بغداد ليست وحدها في ثباتها، هذا يعني كيف ترون حراك المحافظات الجنوبية خلال هذه الأيام؟ حتما حراك المحافظات الجنوبية هو الداعم والساند للحراك الرئيسي في بغداد. لذلك قدمت هذه المحافظات من الشهداء ومن الجرحى ووقفت تطاول ضد هؤلاء الفاسدين وميليشياتهم وأدواتهم من أجل أن تنقاذ العراق من براثن هذه الأحزاب الفاسدة ومن حرسها الثوري التي يدير العملية الأمنية برمتها ويقوم باغتيال الناشطين ومحاولة كسر إرادة الجماهير، ولكن هذه المحافظات الداعم الرئيس لبغداد ستظل لحين تحقيق مطالبها بإذن الله. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.